يا ترى إيه هو أغلى لقب من الألقاب اللي عرفوها الناس في حياتهم؟ يا ترى لقب قائد ولا دكتور ولا باشمهندس؟ شاعر ولا جد ولا أب ولا حكيم؟ إيه هو أغلى لقب في حياة الناس من بين كل الألقاب دي؟ أنا بقول لقب الأم، أمي. كنت ماشي من فترة قربت عليا ست كبيرة في السن، خارجة من محل فول وطعمية، شكلها بيقول إن الحالة مش متيسرة، وماسكة في إيديها كيس بلاستيك فيها سندوتشات، وبتسألني بالنص، بقولك يا ابني هي فين بيتزا هوت اللي هنا، أو اللي مش عارفة اسمها بيتزا إيه. المهم أنا سكت ثواني وقلتلها رايحة فين يا حاجة، قالتلي أنا رايح المحل ده نفسه. سكت ثواني ولسه هوصف، قالتلي ما تستغربش، البنت بنتي كنا قاعدين وكل ما يجي الإعلان تقولي أنا نفسي أكل البيتزا دي يا أما، وأنا مليش نفسي يعني. وكملت هزار وقالت قطعوا العيال يا ابني وسننهم، مفيش وراهم غير وجع القلب. فانا اول ما جالي قرشين قلت اجيب لها بيهم، هي مش اقل من اللي جوه، دي في كليه تجاره. الست كانت طيبه جدا وعلى سجايتها، وبنتها كل ما يجي اعلان البيتزا تقول لها انا نفسي فيها. والدتها ما نسيتش طلبها، وكانت من جواها بتقول يا رب اقدر اجيب لها اللي نفسها فيه. قلت لها يا حاجه انت قدام المحل اهو على بعد 20 متر. قالت لي طيب تكسب ثواب فيها يا ابني وتطلبها لي، لاني مش هعرف. دخلت طلبت لها الحاجه وحسبت، وطلعت قلت لها خلاص بقى يا حاجه انا عازمها، حلف بالله ان مستحيل يحصل. وقالت لي والله ما هتدوقها ولا تحطها في بقها. المشكله ان احنا لما بنكبر بننسى امنا عملت معنا ايه واحنا صغيرين. اكتر طريقه تحنن قلبك على امك ذكريات الماضي. فاكر عملت معك ايه؟ فاكر شالتك قد ايه؟ الأم هي المادة الخام للحب، تفديك بروحها وتشيل اللقمة من بقها وتديها لك. أمك دي كان عندها أحلام كتيرة في الحياة، لما أنت جيت اتنزلت عن كل أحلامها علشان خاطر حلم واحد بس، هو أنت، من غير حسابات من غير ترتيب، حتى لو حرمت نفسها من الدنيا باللي فيها تستنى تشوف ابتسامة رضا على وشك، وقتها تحس إنها عايشة وبتتنفس. أمك هي جيشك الوحيد، هي سرك لما دموعك تنزل في وقت ضعفك، في ظهرك في خيبتك قبل انتصارك. ومهما كبرت ورجلك شلتك، هتكون أمك هي الحضن الحنين اللي بيساعدك وبيساع همومك اللي قد البحر. معاها بتحس بأمان، والأمان مش أمان حد قوي يحميك، هي ممكن تكون ضعيفة هزيلة أو عجوزة، لكنها بتحميك بدعواتها اللي طالعة من القلب. روح يا ابني ربنا يسترها معاك انت واللي زيك، الدعوة اللي بتخلي القلب يحس انه مطمن ومش خايف. أمك بتحميك بحنيتها، بنظراتها وبخوفها عليك، بروحها الصافية. أمك هي سندك، عكازك اللي عمره ما يميل لحظة، الحياة من غيرها باهتة وملهاش طعم. بتبقى تايه كأنك طفل ساب ايد أمه حتى لو كان عندك 100 سنة. لو عرفت قد ايه أمك غالية على ربنا. من يوم ما حملت فيك واكتسبت كلمة أم بقت غالية قوي على ربنا، أصل هي بقت بتجسد رحمة ربنا في الأرض. عايز تتخيل قد ايه رحمة ربنا واسعة؟ روح امسك ايد أمك، بوس ايدها. اللحظة اللي انت بتمسك ايدها وبتبوسها بتنزل الرحمة على قلبك. فعلا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وبعدين تيجي أي حاجة تانية. شكرا لكم، إلى اللقاء.